صحيح انه كابتن حضري ابن مصر، بس هو ابن دمياط. دي حقيقة. يعني دمياط طبعا دلوقتي بتتفشخر على كل محافظات مصر بالحضري، كانت وما زالت. انما عندنا اسطوره تانية من دمياط، بس مش اسطوره في الكوره، اسطوره في التمثيل، الكابتن الكبير قوي حسن الرداد الدمياط. معانا على التليفون، اهلا بيك فنان حسن الرداد. كابتن حسن. الو. اهلا يا كابتن حسن. اهلا اهلا. دلوقتي دمياط يعني ده على اتصال، احنا كل يوم على اتصال مع بعض. اه قول لهم يا عم احنا كل يوم بنتكلم. ايوه على طول احنا كل يوم بنتصل والله ببعض. بتستشيره مثلا؟ يعني هتستشير حسن الرداد؟ لا لا لا، عايز اقول لك حاجه. لا 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 لا، معلش معلش يا حسن، ده كده حديث جانبي يعني. لا ده والده الله يرحمه، ده ليه فضل عليه بعد ربنا. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض؟ حسن كان صغير مؤاخذه ابو علي. حسن كان صغير او انا كنت بلعب في دمياط، ووالده كان سكرتير عام النادي دمياط. ايه ده، وانت مخبي المعلومه دي؟ والله العظيم. وكنت بروح المكتب عند والده، اقعد كده ابص الاقي حسن كده صغير وعنده بقى حلو كده بشورت، لا وطموح بقى وعايز يطلع بقى في التمثيل وبتاع، لغايه ما بقى نجم كبير دلوقتي. يعني كابتن حسن الرداد، انا مش عارفه انا يعني الحواديت دي ما اعرفش ايه بقى، يعني تحرجك ولا لا ايه؟ لا 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 لا، هو عارف اصلا انا بحبه اصلا من زمان اصلا. اولا طبعا انا بمسي على حضرتك وعلى كل المشاهدين اللي بيتفرجوا على البرنامج دلوقتي. مساء. وبمسي على كابتن مصر وكابتن اكبر انديه في مصر والسد العالي عصام الحضري. حبيبي حسن. انا جيت في يعني طالما جبتوا سيره يعني ابويا زمان، انا جيت فاكر في يوم كده قدام بيتنا، فكان عصام يعني لسه بقى مش معروف وكده ولسه بيلعب في دمياط، فبابا ده قال لي ده هيبقى احسن جون في مصر. قال لك هيبقى احسن جون في مصر. هيبقى احسن جون في مصر. كان لسه بقى عصام لسه في يعني صغير في دمياط او كده، لسه في البدايات يعني، قبل السنه كمان اللي دمياط طلع فيها دوري ممتاز. كنا احنا بنلعب بقى في الناشئين، وعصام طبعا كان مكسر الدنيا ما شاء الله، وكان من نادي دمياط يعني، كان لسه كان عصام بيلعب في منتخب عسكري ومنتخب اولمبي ومنتخب مصر كبير، فكان هو فز من بدايته فز. وبعدين عصام من النوع اللي لما تتفرجي عليه في التمرين يعني، اتفرجوا في الملعب عصام لما تتفرجي عليه وهو بيتمرن، بسم الله ما شاء الله، انت بتتعبي يعني التمرين ما شاء الله، هو بيتعب جدا 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 جدا. دي حاجة صح معروفة عنه. لا بس قولي وانت بتتفرج على المباراة، طب هقول لك على حاجة. الناس مع أول ماتش، ناس كتير وهي بتتفرج لما كان يصد كورة يقول لك ايه برضه كبر، عارف اللي هو ايه، عارف هما الناس قاعدة على الأول كلهم مش قادرين ياخدوا نفسهم أصلا يعني، هما يعني يقول لك ايه في الأول، بعد كده تحول الشك ده ليقين بانه الراجل ده في المكان الصح، الراجل ده عامل السن ملوش اي وزن في حسبة الموهبة والاصرار والتدريب. انت كنت من الناس اللي شك في ادائه ممكن يكمل ازاي في البطولة؟ انا اولا في بداية اول ماتش يعني مع احترامي طبعا يعني الشناوي حارس مرمى طبعا يعني مميز جدا وشريف اكرامي ومصر مليانة حراس مرمى كويسين، بس انا استغربت لما لقيت الشناوي واقف في بداية المباراة، وانا فاهم ممكن فكر ال يعني، انا هتكلم بقى براحتي، ان انا مش لعيب كوره. براحتك خالص بقى، براحتك. ومش فيعني ما بقول رايي كواحد من الجمهور يعني، ان هو عصام طبعا يعني وجهه نظري، هو عصام اللي كان المفروض يبدا الماتشات، لان هو عصام هو يعني احسن حارس مرمى في مصر، وحته السن دي فروقات فرديه يا جماعه، في افكار خاطئه موجوده عند الناس، وللاسف الشديد هو اللاعب هو اللي بيثبت ان الناس اللي بعض الناس اللي هم المفروض يعني خبراء في الكوره وخبراء في اللعبه اللي كلامهم مش مظبوط. يعني حسام حسن النجم الكبير طبعا اللي متابع كوره وعارف تاريخ رياضه من قبل 98 الناس عايزاه يبطل، قعد 7 سنين يلعب. فاهم راح كاس الامم الافريقيه 98 كانت الناس قبليها عايزاه يبطل، كان هداف البطوله واحسن لعيب في البطوله. فالناس بتتكلم وخلاص، انت 44 سنه، عصام الحضري عنده 25 سنه. لسه قدامه 5 سنين هيلعب تاني، فالناس بقى تشيل من دماغها فكره ان عصام بقى يبطل السنه الجايه، يبطل السنه بعد الجايه، ده واحد خارق، ده المفروض ده لاعب او حارس مرمى فخر لمصر وفخر للوطن العربي كله، ان احنا عندنا رمز
رمز لعصام الحضري للكفاح، رمز للإصرار والعزيمه. طبعا رمز للإصرار والعزيمه. انا احط في دماغي ان مفيش حاجه اسمها مستحيل لما اللعيبه، ومش اللعيبه بس على فكره، تاخد عصام الحضري. طب انت عارف فنان حسن الرداد يعني من اكتر الحاجات، طبعا في كميه كوميكس اتعملت كتير على فكره عصام الحضري، يعني هي كوميكس او تريقه بالاعجاب بادائه، بس في حد اقترح قال لك كلمه حضري دي مش المفروض تبقى اسم، ممكن تبقى صفه، يعني احنا بعد كده لما نشوف حاجه جامده جدا مثلا ايه دي حاجه جامده حضري، ده انا النهارده هشتغل شغل حضري، عارف تبقى صفه. انا والله بكلمك النهارده مش ان انا كفنان، انا بكلمك ان انا واحد من الجمهور، واحد مواطن عادي من الشعب المصري، من الجمهور المعجبين بشخص مثال، يبقى بالنسبه لي انا مثل ابص عليه لاصراره وعزيمته، اقدر ان انا اخد منه مثل ليا في شغلي، مش بس ان انا بلعب كوره، ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، ان في حواليك ناس كتير بتحبطك، ناس كتير عايزه تخليك ما توصلش ما تعلاش، كل واحد ليه مصلحه خاصة. صح. مش لازم كل واحد بيتكلم ايه ان عشان مش عارف كذا هو جواه حاجه تانية عدائيه، انا لا، انا عارف نفسي واشتغل واتعب، ولما بشتغل واتعب اهو عصام الحضري اثبت في الكاس الامم الافريقيه ان هو ما شاء الله احسن حارس في البطوله، انه واقف على رجليه، فتنس بسم الله ما شاء الله مش ممكن، وشفتي ماتش بوركينا فاسو يعني ضربتين الجزاء اللي هو صدهم دول، ومش عشان ضربتين الجزاء بس ضربتين الجزاء دول شوفي اسعده الناس قد ايه، شوفي الناس فرحت، والناس الناس تعبانه وعايزه تفرح وعايزه تتبسط، انت تشوفي بعد كاس بعد الجونين دول كمتابعه الناس كلها طايره لعصام الحضري، فلذلك انا كمان عايز اقول له، عايز اقول لكل لعيبه المنتخب، واكيد كل الناس بتقول لو تلاحظي مظاهره يعني الشعب المصري كله حاسس ان الناس دي عملت اللي، ودي اول مره تحصل عاده في الكوره كده، تكسب يا حبيبي 100 ماتش، تيجي ماتش واحد تخسر ولا تضيع بطوله تتشتم على طول، ما بقاش تفاهم، هو احنا كده، لكن المره دي كل الشعب المصري وكل الناس قاعده تكتب حاجات عشان تاخد بخاطر الناس دي. صح. اللي وصل لنا هم تعبانين قد ايه عشان يخلونا مبسوطين. ده حقيقي، ده حقيقي. فحصل فعلا جيل محترم، لعيبه محترمه بقياده واحد، انت لو تلاحظي في فيديو نزل بعد ماتش بوركينا فاسو، فتشوفي لما كانوا قاعدين يغنوا لعبد الله واخدوا عصام قعدوا يقولوا جامايكا ويحضنوه، بصي على اللحظه دي شوفي عصام ازاي بقى كابتن فريق، وخلى اللعيبه اصحابه تحس ان هم كلهم عندهم 20 سنه وهم قاعدين يحضنوه ويشيلوه ويعملوه، فكره يعني اللعيبه بتحترمه وفي نفس الوقت الصحاب مع بعض، فطبعا دي بيسموها كمان مرونه في الحياه، مرونه طبعا. في الحياه مش في اللعب، انك ازاي تتعامل مع الاصغر منك والاكبر منك، وما تبقاش عندك نفسيه تقف حاجز ما بينك وبين الاصغر منك، دي مهاره في الدنيا، والراجل ده عنده غالبا المهاره دي. طبعا الفنان حسن الرداد بشكرك وبحييك وبحيي جمهورك كله، شكرا جزيلا.